الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه والحاضرين والمسلمين، آمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، قال في صحيحه وزن مع كتاب الجهاد والسير، قال بسم الله الرحمن الرحيم: باب الصلاة إذا قدم من سفر. قال حدثنا سليمان بن حرب، نعم، قال باب الصلاة إذا قدم من سفر، قال حدثنا سليمان بن حرب، الزهري أمير المؤمنين في الحديث. قال عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب وهو من الثقات. قال عن أبي وعمه عبيد الله بن كعب. نعم. من الثقات. قال عن كعب رضي الله عنه. كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر الضحى دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس. طبعا في قوله إذا قدم من السفر، من السفر، قال إذا قدم من السفر الضحى، ضحى هنا ليس 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 قيدا. هذه الصفه كاشفه. ليس قيدا، يعني والحال انه اذا جاء ضحى جاء ليلا دخل المسجد فصلى. ليست المساله مقيده بالضحى. يعني لا يقال بانه من السنه انه اذا اتى من السفر ضحى ان يصلي ركعتين من المسجد. لا، اتى ليلا، اتى نهارا، اتى وقت ما اتى، السنه ان يصلي في المسجد ركعتين. ولذلك لما كان معه في سفرة وأعيا جمله وضربه فصار سيرا عجيبا، فقال بعنيه بأوقية، ثم لما دخل المدينة قال لجابر صلي ركعتين. ومن السنة إذا دخل الصلاة عند القدوم من السفر. وقد طلع هنا من الحكم في ذلك هي يعني التبرك بالصلاة عند القدوم في الحضر، وأنه يبتدي بعد إتياني من الحضر من السفر أن يتبرك بالصلاة، يبتدي السيف حضرا على صلاة وعلى طاعة. الصلاة هي مفتاح كل خير، وهي المناجاة بين العبد وربه، وهي أعظم صلة بين العبد وبين الله جل في علاه. لذلك سفرا يكون مصليا، حضرا يكون مصليا، وإن استقبل الحضرة من السفر استقبله بالصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم قال لبلال: زل له، تفضل يا شيخ، زل له. فقال: زل وارجع. قال: زل وارجع. الفاظ مخبطة. فعل النبي تشريع، فضل الصلاة بعد القدوم من السفر. الرسول قد يكون كاشفا ولا يكون مقيدا، كما قال إذا أتى من السفر ضحى، لم يقصد بذلك أن من السنة أن يصلي إذا قدم ضحى، لا، ما قصد ذلك، بل جاء نهارا جاء ليلا يصلي، هذه السنة، فيكون القيد هنا صفة كاشفة. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم،
رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم.